مرحبا، أنا نادية كناني، مدير شريكي في مدرسة ياد بياد. تفضلوا معي نتعرف على المدرسة. المدرسة هاي قامت قبل 14 سنة. الفكرة بديت بفكرة شخص اسمه لي جوردون، وكان لازم يعمل مشروع مميز في البلاد، وفكر بإطار إنه يقيم مدرسة اللي فيها يلتقوا الأولاد اليهود والعرب من جيل صغير مع بعض لحياة مشتركة كل يوم خلال السنة. وجمعية ياد بياد تدعم المدرسة من ناحية التبرعات، وكمان في مجال البرامج التعليمية المميزة للمدرسة. بالمدرسة إحنا ما بنستعمل كلمة دوكيوم، أو أكتر بنستعمل حياة مشتركة، مشتركة اللي مبنية على أساس المساواة. الإشي بنحكي على تعليم اللغتين، بنحكي على تعليم الديانات، بنحكي على فرص متساوية بين الأولاد واليهود والعرب. كل ولد هون موجود في له تعبير على لحضارته، لقوميته. واضح بالنسبة لنا إنه الإطار نفسه هو إطار اللي هو غريب في البيئة اللي إحنا عايشين فيها. إذا ولد يهودي بتعلم ديانة مسيحية وديانة إسلامية. مخالة في تخنين بقاش بيشار شونا بالتخنين لعصوت تخنيت. سؤال، مين اللي بيعمل برنامج؟ أنت رامي ولا ميتار؟ بالأساس إحنا مدرسة 3 سنين، إحنا بنحصل على مراتب كتير عالية في مجال العلوم، في أبحاث اللي عملوها الطلاب في الكودس هنا، وكمان في المجال الكتري أكتر. مهم عنا الأولاد كمان نستغل قدراتهم بشكل كتير بارز. ما بكفي إنه نعتمد بس على مبدأ الحياة المشتركة يهود وعرب، كمان مهم نتذكر إنه هاي مدرسة ولازم تكون مدرسة ممتازة. شو المشترك بين كل البطاقات؟ أسماء لمدينة القدس. الأشياء اللي ساعدت المدرسة إنها تنجح هي وجودها في القدس، لأن الأولاد قريبين لكل الصراع اللي بنحكي عنه، لكل الآراء المسبقة. كل هاي الأشياء هي موجودة بحدية في القدس، مثل ما شفنا اليوم بالصف. كتير مهم إنه الأولاد يفهموا أهمية القدس للديانات الثلاث. كل أحد منكم يجد لنا تمكم أتار המבנה שהוא בחר בירושלים, וינסה למצוא ולמקם אותו במפה. כל מעלם לזה יקון בהי למדרסי יקון ענדו انتماء للفكرة، إنه هو عن جد حاب إنه يساعد في تطوير فكرة التعايش بين عرب ويهود في داخل إسرائيل. التعايش موجود في المدرسة في كل إشي. التعايش موجود في وجبات الأولاد. الولد العربي بتعمل الزعتر والمناخيش للولد اليهودي، حتى في الزيارات ما بعد التعليم بعد الدوام. بتخيل كانت لإلي تجربة كتير غنية إني علمت بهيك مدرسة. أجيت كمان مع آراء مسبقة من قبل، مع كمان بعد للطرف الآخر، ولكن بعد سنوات اللي كمان أنا بنيت شخصيتي، صارت عندي مجال إنه أتفهم وأشوف وأفهم الطرف الثاني أكثر. لكن هنا العرب يحبون اليهود واليهود يحبون العرب، كلهم عايزين يتخاطى شني افيلو شلي فاميم יש ריבים, אבל בין כל אחד, לא רק בין יהודים לערבים. المميز بأن الجميع يريد السلام. כאילו כאן כל בית ספר רוצה שלום, ואין לי משהו נגד ערבים, כאילו. يوجد أشياء مختلفة، لأن كل واحد يوجد له الثقافة والحضارات التي يوجد عنده. شايتي الخبراء خالتي كوبا بدأ دفكة يوم عشتين. أنا أفكر إنه الأولاد من صغرهن بيبدوا يتعرفوا على الطرف الآخر كبشر، كبني آدمين. هذا الإشي بعزز عند الولد إنه يطلع على الطرف الآخر كإنسان اللي فيه حوار بينه وبين الطرف الآخر.
المدرسة هي نقطة في بحر، واللقاء نفسه أنا مش باني عليه يعمل التغيير اللي إحنا بدينا إياه، بس أكيد في له تأثير. التأثير هو على الطلاب، التأثير هو على الطاقم المعلمين. أنا بتأمل إنه يكونوا أكتر مدارس والتأثير يكون أوسع. إحنا منحضر الأولاد إنه يكونوا قيادي كمان، اللي تفكر بتغيير إيجابي للواقع اللي عايشين فيه. اللي أفكرش واحد بالمدرسة هون معني يكمل بالوضع اللي احنا عايشين فيه، وكل الناس بدها تغيير، واحنا بنتأمل انه التغيير يجي كمان من طلابنا ومن القيادة الموجودة اللي مسؤولة عن المدرسة.